13. Choose the correct answer for the following questions. If the relationship between y and x is given by the equation y dash tan, y dash means the regression line, y بتاعت regression line, equal 1.57 plus 0.0407x. But here we have a equal, equal 1.57, and the y-intercept will be equal 0.0407. يبقى ده السلوب. يبقى السلوب equal b والa اللي هو y-intercept. y-intercept. طيب هنا بيقول لي which of the following is true. يا ترى for every unit increasing. هنا بيقول لي if for every unit is increase in x. معناها ايه؟ كل ما الاكس increase by 1. يعني لو عملنا increasing للاكس ب 1 ايه اللي هيحصل للواي؟ تعال نشوف مع بعض كده. لو انا هنا عملت increase للاكس ب 1 يلا الاكس equal 1. يبقى الواي equal 1.57 plus 0.0407. طيب لو عملت لها another 1 يعني بقت 2 ايه اللي هيحصل؟ هتبقى 1.57 plus 0.0407 multiply by 2. طب يعني معنى كده then by 3 by 4 ايه اللي هيحصل عندنا؟ يا ترى الواي هتزيد بقد ايه؟ ايوه زي ما قال احمد كده هتزيد بقد ايه؟ هتزيد باي 0.0407. يبقى الانسر نمبر سي. يعني ايه تاني؟ كل ما الواي الاكس انكريزنج باي 1 الواي انكريزنج باي 0.0407 لان انا هعمل الاكس ملتبلاي باي مين؟ الفاليو دي. لكن ده كونستنت مش هيزيد يبقى كني ده خلاص هيفضل ثابت. يبقى 1.57 ده هيفضل ثابت. طيب كل ما ازيد الاكس ب 1 هعمل ال 1 ده ملتبلاي الفاليو دي يبقى الفاليو دي اللي هيحصل لها ايه؟ انكريزنج عندي. يبقى كل ما الاكس تزيد ب 1 الواي هتزيد بالفاليو دي. واضح يا شباب السؤال ده؟ يعني مثلا لو كتبت كده y equal 2 plus 3x. طيب كل ما الاكس تزيد الواي هتزيد بقد ايه؟ ب 3. ليه؟ لان هنا مثلا 1 يبقى 3 times 1 ب 3. طب دي 2 طب بقت 6. الله طب ما هي كانت 3 6 معناها ايه؟ يبقى زودت 3 كمان. او بطريقه ثانيه يلا سبستيوت اعمل تيبل عشان يفهمها. يلا سبستيوت الاكس بكام؟ الاكس ب 1. يلا سبستيوت الاكس ب 1 يبقى الواي ايكوال 5. طيب سبستيوت الاكس باي 2 يبقى عباره عن كام؟ 2 بلس 2 تايمز 3 بكام؟ ب 6. يبقى 6 بلس 2 ايكوال 8. طيب سبستيوت الاكس ب 3 يبقى 2 بلس 9 ايكوال 11. طب ملاحظين هنا ايه؟ هنا 5 بقت 8 بقت 11. يبقى زادت قد ايه؟ انكريزنج باي كام؟ 5 8 11. يبقى الواي انكريزنج باي 3. مين هو 3؟ اللي هو الكوفيشن بتاع الاكس اللي هو السلوب عندنا. يبقى معنى كده فور اتش فاليو فور افري يونت انكريزنج ان اكس واي انكريزنج باي بي. يبقى الواي هتزيد هي كمان بالبي اللي هو الكوفيشن اوف اكس عندنا. يبقى الانسر ليتر سي. طيب the correlation coefficient and the slope of regression line will always have a correlation coefficient اللي هو الار and the slope اللي هو البي. will always have different sign, same value, value greater than zero, the same sign. الار والبي يا شباب correlation coefficient والسلوب. same sign. same sign بالظبط. must be have او always have the same sign. يبقى لازم ال R وال B يبقى هما الاثنين بوزيتيف او هما الاثنين نيجاتيف. طيب what is that chart called when the bird data dependent and independent variables plotted. الشارت الوحيد اللي بيربط ما بين الديبندنت اند الاندبندنت. طبعا الديبندنت اللي هو الواي والاندبندنت اللي هو الاكس. سكاتر بلوت بالظبط السكاتر بلوت. يبقى الانسر دي. يبقى عندنا النوع الوحيد من الجراف او الشارت اللي بعمل بلوت للديبندنت والاندبندنت اللي هو الاكس والواي السكاتر بلوت. لان الهيستوجرام لا الهيستوجرام بيرسم الفريكوانسي. الاوجيف بيرسم مش عارف الكوميتيت. الاوجيف بيرسم عندي مين اللي هو الشكل بتاعنا بتاع الهيستوجرام بتاع مع الميد بوينتس مع الفريكوانسي. التايم سيريز بيرسم عندي اللي هو الييرز او المانثس او حسب الزمن مع الفريكوانسي وهكذا. طيب نمبر 4 ان ذا سامبل سمبل linear regression equation the symbol x
represent the انا عندي في الريجريشن لاين الايكويشن فيها مين y داش ايكوال a بلس bx. احنا قلنا هنا ال a اللي هو مين اللي هو ال y intercept وال b السلوب وال x ال independent variable وال y dependent variable. يبقى معنى كده الاكس عندنا هو الاندبندنت فيريبل، بس انا ما عنديش اندبندنت فيريبل. احنا خدنا في شابتر 1 ان الاندبندنت فيريبل كولد اكسبلوناتوري فيريبل. ما انساش دي، في شابتر 1 شابتر 1 كنا بنقول ان الاندبندنت فيريبل كولد اكسبلوناتوري فيريبل. يبقى تاخد بالك ان الاكسبلوناتوري فيريبل هي نفسها الاندبندنت فيريبل. اندبندنت فيريبل. وكنا بنسمي الديبندنت بنسميه اوت كم. والاندبندنت برضه بتسميه انكم. يعني الاندبندنت بيسمى اندبندنت او اكسبلوناتوري او انكم. نمبر 5 ذا رينج اوف ذا بيرسون كورليشن كوفيشنت. ايوه الكورليشن كوفيشنت احنا بندرسه اسمه بيرسون فاليو. ار از الرينج بتاع الار بتوين الرينج بتاع الار يا ترى less than 1 و minus 1 و 1 بالظبط from minus 1 to 1. يبقى الانسر عندنا زي ما قال نايف وزي ما قال عمر اللي هي between كام؟ negative 1 and 1. between negative 1 and 1. طيب when all the points fall on the regression line what is the value of the correlation coefficient. لو البوينتس كلها موجوده على الريجريشن لاين لما جيت ارسم الاكس مع الواي طلع عندي كل البوينتس موجود على الريجريشن لاين. يبقى عندي تو كيسز. ايه هما؟ ممكن يبقى الار ايكوال 1 او بالشكل ده والار تبقى ايكوال كام؟ ماينس 1. يبقى عندي تو كيسز بس فور اول ذا بوينتس فول اون ذا ريجريشن لاين اف ار ايكوال 1 اور نيجاتيف 1. يبقى الانسر ليتر اي ار ايكوال 1 اور نيجاتيف 1. اف ذا كورليشن كوفيشن ار از ايكوال تو نيجاتيف 0.97 ذن ذير از ايه بقى؟ strong negative relationship between. ايوه يبقى strong negative relationship. ليه؟ لان انا عندي هنا الاشاره بتاعتي نيجاتيف الساين نيجاتيف يبقى نيجاتيف ريليشن. هنا 0.97 معناها close to 1 يبقى strong negative relationship between negative the two variables. يبقى الانسر بي. الانسر بي. يبقى احنا اتفقنا تاني نفتكر من 0.7 لحد 1 تبقى ايه؟ تبقى strong عندنا حتى بوزيتيف او نيجاتيف بقى. يبقى سترونج عندنا. طيب تعال نشوف الاستيك كويتشن ده. Suppose the five individual with the same initial systolic blood pressures are given a blood pressure medication. عايز يعمل تيست للبلاد بريشر ميديكيشن يا ترى فعال ولا لا؟ يعني يجربه. فجربوا على five individual patients معين. فاداهم باختلاف الجرعات. Each with different dosage. After a period of time on the medication random sample of five individuals have their systolic blood pressure measured. اداهم جرعات مختلفة من ال blood pressure medication عشان نشوف التأثير بتاعه. حسب ايه بقى؟ أنا عندي التوت 5 عمل لهم سم للإكس طلع الحمد لله. هنا هو مديني جيفن سم إكس وسم إكس سكوير وسم واي وسم واي سكوير وسم إكس واي. يبقى أنا مش محتاج أحسب خلاص هو مديني التوتال على طول السم. دول رقم إيه؟ يعني هو وفر عليا وقت. ممكن في حاجه من الاثنين لا يجيب لي تيبل زي ما اتفقنا في اكس وواي وانا احسب الاكس سكوير والاكس واي والواي سكوير او يجيب لي جيفن على طول السم عندنا. يلا كومبيوت ذا كورليشن كوفيشنت فور ذا داتا. عايز الكورليشن كوفيشنت هيكونوا موجودين جيفن عندنا وحنا كاتب الرول بتاعنا اجيب الرول واعوض بيه الار كانت بتساوي ايه عندنا ان سم اكس واي ماينس سم اكس تايمز سم واي divided by ده اكني بحل في الفاينل دلوقتي divided by root n sum x square minus sum x all square. نفس الكلام بالنسبه للواي يبقى n sum y square minus sum y all square. خلاص بعد كده اعمل substitution بالفاليوز اللي مداني حاجه من اتنين لما يديني الفاليوز دي واعمل لها substitution او زي ما اتفقنا هو مديني الاكس والواي وانا احسب الاكس سكوير والاكس واي والواي سكوير. يلا نعمل سبستيتيوشن. يلا يبقى الان ايكوال كام؟ 5 اللي هم 5 انديفيدوال بيشنز عندنا اللي هم 5 تايمز سم اكس واي جيفن اللي هو كام عندنا؟ 20 350 ماينس سم اكس 150 تايمز سم واي اللي هي 695 ديفايدد باي
سكوير روتس، خلي بالي قوي من الكالكوليشنز هنا، ال n ايكوال 5، يبقى 5 تايمز سم اكس سكوير 50 500 او 5500 ماينس سم اكس 150 سكوير تايمز 5 تايمز سم واي سكوير اللي هي 96925 ماينس سم واي سكوير يبقى 695 سكوير. تاخد بالك ان ده كله تحت تحت مين؟ سكوير روت. طبعا الافضل ان انا احسب النومريتور لوحده والديمينيتور لوحده، يعني ما تعملهاش كلها على الكالكوليتر، بتبقى كبيره جدا زي ما انتم شايفين. طبعا خلي بالكم الار، الار لا بوزيتيف لا نيجاتيف بتوين، اوعى تنسوا الار ماست بي بتوين نيجاتيف 1 و1، ما لقاش حد كاتب 1.5 او نيجاتيف 0 بوينت او نيجاتيف 3 بوينت مش عارف كام. لا طبعا لما حسبناها طلعت الار بكام عندنا؟ نيجاتيف 0.5، نيجاتيف 0.5. يبقى الانسر هنا الار ايكوال نيجاتيف 0.88، نيجاتيف 0.88. يبقى ده الانسر عندنا. يبقى معنى كده ان في نيجاتيف ريليشن، نيجاتيف ريليشن بتوين الاكس اند واي. هنا بيقول لي ديسكرايب ذا لينير ريليشن شيب بتوين اكس اند واي، يبقى الريليشن هنا ايه؟ نيجاتيف. طيب ويك اور سترونج؟ سترونج لان هي طلعت نيجاتيف 0.88، احنا اتفقنا من نيجاتيف 0.7 لحد نيجاتيف 1 يبقى معناها ايه؟ سترونج نيجاتيف. يبقى هنا اكتب هنا ايه؟ سترونج نيجاتيف ريليشن، سترونج نيجاتيف ريليشن. يبقى الميديكيشن ده او النوع الدواء ده عمل انفرس ريليشن او نيجاتيف ريليشن مع مين؟ مع ضغط الدم عندنا. يبقى جرعات، عدد الجرعات اللي اداها اثرت على الضغط بتاع الدم بتاع مين؟ بتاع البيشنز اللي هو كان بيجرب عليهم. يبقى تاني الار جاست وي سبستيتيوت فين؟ في الار، في الرول عندنا. وبعد كده بالطبع خلي بالكم بالله عليك لان طبعا هنا الرول جيفن، يبقى معنى كده الدرجه بتاعت السؤال بتبقى على مين؟ على الفاينل انسر، على الرقم ده، لان كده كده بيبقى ايه؟ جيفن الار. طبعا لو اداني الاكس والواي وما اداش الاكس سكوير والاكس واي سكوير او الواي سكوير بندي درجه على التيبل ودرجه على الانسر عندنا. لكن لو انا مديك في الامتحان نفس الشكل ده يبقى الفاينل انسر بس اللي عليه الدرجه. طيب هنا بيقول لي فايند ذا واي انترسبت اند ذا سلوب فور ذا ريجريشن لاين. انا عارف ان الريجريشن لاين عباره عن ايه؟ اي بلس بي واي. الواي انترسبت يبقى عايز الاي، السلوب يبقى البي. وي فيرستلي كالكوليت ذا فاليو اوف مين؟ بي، نحسب البي الاول. طب البي بتساوي ايه الرول بتاعها؟ ان طبعا بيبقى جيفن ان سم اكس واي ماينس سم اكس سم واي ديفايدد باي ان سم اكس سكوير ماينس سم اكس اول سكوير. ونحسب نعمل سبستيتيوشن بالفاليو بتاعت سم اكس واي، وطبعا ال ان عندنا 5 وسم اكس سكوير وسم واي اند سو اون. لو حسبناها تطلع كام؟ تطلع نيجاتيف اور بوزيتيف؟ يا شباب البي هنا تطلع نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. نيجاتيف بالظبط يا عمر. ليه؟ لان انا عندي الار طلعت نيجاتيف 0.88، يبقى لازم البي تبقى ذا سيم ساين اوف ار زي ما اتفقنا. يبقى انا متاكد ان لازم البي تبقى نيجاتيف، لازم تبقى البي نيجاتيف. طيب طلعت نيجاتيف كام؟ نيجاتيف هاف. حسبنا البي طلعت نيجاتيف هاف. تاني البي ممكن تبقى هاير ذان 1، ممكن تطلع نيجاتيف 100، نيجاتيف 50، نيجاتيف اي فاليو عندنا، لان ده سلوب عندنا، فالسلوب ممكن المهم يطلع نيجاتيف زي الار. لو الار بوزيتيف يبقى الار نيجاتيف، بوزيتيف الار نيجاتيف تبقى البي نيجاتيف عندنا. طيب الايه؟ وي كان يوز ايه؟ اني رول فور ايه؟ احنا عندنا تو رولز. طب لو حبيت استخدم الرول اللي هو ده اللي هو السهل بالنسبه لنا واي بار ماينس بي اكس بار يبقى ايكوال سم اوف واي divided by n minus b sum x divided by n يبقى ده equal بس. واعمل substitution بالsum y اللي given وsum x divided by n اللي هي n بكام؟ ب 5 عندنا. ونعوض بمين؟ بالb. يعني مثلا في الاكزامبل ده sum y 695، يبقى اكتب هنا 695 divided by 5 minus الb، خلاص جبناها ان هي negative half times sum y اللي هي كام؟ 150، يبقى 150 divided by 5. ونحسب الانسر كام؟ طلع عندي كام؟ 154. يبقى الايه؟ الايه معناها ايه؟ معناها لو رسمت هنا ده الاكس وده الواي ورسمت اللاين بتاعنا هيطلع اللاين عامل كده. طبعا ايه؟ بدل الار نيجاتيف يبقى هيطلع ديكريزنج، يبقى اللاين بتاعنا عامل كده. في الحاله دي تبقى البوينت دي اسمها ايه؟ 154.
تبقى البوينت دي اسمها 154. طيب ورايت ذا ايكويشن اوف ذا ريجريشن لاين، هنكتبها عادي، يبقى الواي داش ايكوال اي بلس بي اكس، يبقى ايكوال 154 بلس بي اللي هي ماينس هاف اكس. يبقى دي الريجريشن لاين او اللاين اللي انا لو رسمته بتوين ذا بوينتس اوف ذا فايف انديفيدوالز هيطلع لي ايه؟ يعني مثلا خمس نقط طلعوا كده، يبقى لو رسمت اللاين هيطلع ده الايكويشن بتاعته. طبعا هو ليه عملته ديجريزنج؟ عشان الار طلعت بالنيجتيف عندنا والبي طلعت نيجتيف. بريدكت ذا سيستوليك بلاد بريشر فور ان انديفيدوال يوزنج، لو انا استخدمت عدد جرعات او نسبه الجرعه 64 ملي جرام، يا ترى الضغط هيبقى كام؟ البلاد بريشر هيبقى كام؟ الواي يبقى كام؟ يبقى الواي بيعبر عن البلاد بريشر والاكس بيعبر عن مين؟ كميه الجرعه اللي انا بديها له. طب نحسب عندنا، يبقى هعمل هنا سبستيوشن اكس بكام؟ 64. عايز يعرف ال 64 خلي بالكم مش كده تبقاش موجود عندنا في التيبل، يبقى معنى كده وعايز اتوقع هو جرب على خمسه بس. طب انا عايز اجرب ايه؟ على حد تاني، يعني انا اديت ده جرعه مثلا 60، ده 50، ده 40، ده 30. طب انا لو جبت واحد سادس كمان اديته 64 مللي جرام، يا ترى انا متوقع يبقى الواي عنده كام؟ وده مهم على فكره، مهم جدا في الحياه، لان ده اللي بيطبق على الجرعات بتاعت مثلا لما باجي اعمل مثلا الجرعات بتاعت اللقاح والحاجات دي كلها بطبق. انا ما بجيبش الناس كلها اعمل لها تيست، انا بعمل تيست لعدد معين وبعمل ريليشن بتوين الاكس والواي للبيشنز او اللي انا جربت عليهم، ونتيجه دوت بتوقع ايه اللي هيحصل للناس تاني، يعني الاثار الجانبيه بتاعتهم هتبقى عامله ازاي. طب يلا نعوض مع بعض، يلا سبستيوشن او سبستيوت الاكس باي كام؟ 64. يبقى هنا 154 ماينس هاف تايمز 64، يبقى ده ايكوال، ونحسب تطلع كام؟ 122. يبقى البيشن اللي انا اديته الجرعه عباره عن 64 مللي جرام من الميديكيشن ده، متوقع يبقى البلاد بريشر بتاعه كام؟ 122. طبعا لازم الكلام يبقى منطقي، منطقي ازاي؟ انت بتتكلم على البلاد بريشر، هل ينفع تبقى الواي ضغط الدم في الاخر يطلع 80 مثلا او 70 او 60 او يطلع ماينس 100 او يطلع 300 او يطلع 400؟ مستحيل طبعا، لازم بلاد بريشر يبقى الرقم بتاعي منطقي. فهنا الواي بار طلعت بكام؟ 122، منطقيه جدا، طبيعي ان في ضغط دم يبقى بكام؟ 122.